بينما لا يتجاوز عمر أشجار البرتقال نصف قرن، يصل عمر برتقالة حائل إلى 150 عام. هذه الشجرة وصلت إلى حائل قبل أكثر من قرن ونصف القرن عن طريق قوافل الحجاج التي تمر في منطقة حائل. وحاصل أن جدي أنه شرى من بعض القوافل ولقى البدر هذا، وبحكم معرفتهم للأشجار أنهم يبذرون الترنج والأشجار الثانية بذروا البرتقالة ونجحت. هذه الشجرة كانت توجد في معظم البيوت الطينية، وبعد خروج الأهالي إلى المنازل الحديثة قل زرعها وأصبحت معرضة للإنقراض، وهذا ما دعا العم عبد الكريم العبيدة للاهتمام بها وإكثارها. كنت الله يرحمه عبد العزيز الرخيص أصحاب أشجاري هذه قبل تنتهي وقبل تموت، إلى منهم قلوا طول أنا بالموسم أخذ بالمنديل وإجي أغرسه عندي بنقبين، وإلين يعني هذه بداية اهتمامي. بالإضافة إلى طول عمرها، تتميز هذه الشجرة بمقاومتها للبرد وبجمال منظرها ووفرة محصولها. برتقالة حائل عمرها طبعا تعيش إلى أكثر من 120 سنة إلى 150 سنة، وهذه الشجرة تتحمل الظروف الجوية وتتحمل الصقيع إلى درجات 8 تحت الصفر أو إلى 10 درجات تحت الصفر. من أجل أن تتكاثر هذه الشجرة يطالب المهتمون بها بوضع إرشاد زراعي يوضح للناس طرق السقي والتقليم والتسميد والتربة المناسبة لها. برتقالة حائل التي جاءت بذرتها من البصرة قبل أكثر من قرن حفظت ونمت بمجهود شخصي لتكون أطول أشجار البرتقال عمرا. سلمى الراجح، العربية، حائل.